طبعا جلبوه طبعا الإدارة الخلجوية من نادي الفتح، حسن الحجي لعب نادي الفتح، وبالمناسبة هو مثل منتخب الشباب في أكثر من مناسبة، يعني لعب منتخب عنده إمكانيات عالية. حسن الحجي هل يسجل أول أهداف الخليج؟ كرة اللعب، جول، جول خلجاوي، جول خلجاوي، يسجل حسن الحجي أول أهداف المباراة، أول أهداف الخليج في المباراة، أول أهداف الخليج، حسن الحجي، ورقة رابحة لأيمن رجب، سجل الخليج هدف أول، وبالتالي المباراة راح تأخذ مباراة مثيرة، راح تكون مباراة كبيرة، مباراة فيها أهداف، فيها إثارة. شوف 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 شوف، ممتاز، الله 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 عليك، حطها بشكل ممتاز حسن الحجي، حطها بشكل ممتاز حسن الحجي. صعبة، صعبة عليك يا داود، صعبة على السعيد، وهذه ما سعد فيها السعيد، وسجل فيها حسن الحجي. حسن الحجي يأتي بهدف أول للخليج، كرة